السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن من محاسن هذا الدين العظيم أنه ما ترك جانبًا من جوانب الحياة إلا وبيّنه وفصّل فيه، ومن تلك الجوانب آداب الطعام. وقد وردت النصوص النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هذه الآداب. فمن تلك الآداب أولاً الأكل أو التسمية قبل البدء بالطعام أو الشراب، لما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن سلمة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فإذا نسي أن يذكر الله جل وعلا في أول الطعام فليذكره في أثنائه، كما جاء في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أكل أحدكم طعاماً فنسي أن يذكر الله فليقل بسم الله أوله وآخره. ثانياً من الآداب الأكل باليمين وجوباً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أو كما في أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه رأى رجلا يأكل بشماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. قال الراوي: فما رفعها إلى فيه. وروى كذلك مسلم في صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا شرب أحدكم فليشرب بيمينه، وإذا أكل فليأكل بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ثالثا من الآداب الأكل بثلاثة أصابع، لما جاء في صحيح مسلم من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع. رابعا من الآداب لعق الأصابع والصحفة، أي الإناء أو الصحن الذي يؤكل به، لما جاء في صحيح مسلم من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع فإذا فرغ لعقها. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. خامساً أكل ما تناثر من الطعام، لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقعت اللقمة من أحدكم فليأخذها وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها. سادساً الأكل مع الزوجة أو الأبناء أو الضيف، لما جاء في سنن أبي داود من حديث وحشي بن حرب رضي الله عنه عن أبي عن جده أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يشبعون إذا أكلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم. سابعاً النهي عن التنفس في الإناء، فقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتنفس في الإناء. وجاء في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري
أن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك نهى أن ينفق في الطعام أو الشراب، وجاء كذلك النهي عن الأكل، عن أكل الطعام الحار، كما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. ثامناً، النهي عن الأكل من أعلى الصحفة أو من وسطها، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الطعام نوعاً واحداً، ففي هذه الحالة النهي عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمرو بن سلمة السابق قال: كل مما يليك. وجاء كذلك في سنن الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. القسم الثاني أن يكون الطعام أكثر من نوع، ففي هذه الحالة يجوز أن يأكل من وسط الصحفة، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، وما دام يتتبعها فقد تكون في أعلى الصحفة أو في وسطها. تاسعاً، النهي عن الشرب قائماً، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يشربن أحد منكم قائماً، فمن نسي فليستقي. عاشراً، الاقتصاد في الأكل والشرب، أو الاقتصاد في الطعام على وجه العموم، لما جاء في سنن الترمذي من حديث المقدام ابن معدي كرب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأختم بهذه الفائدة التي وردت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ضيفاً كافراً استضافه النبي عليه الصلاة والسلام، فقدم له شاه وحلب هذه الشاه فشرب من حلابها، فالنبي عليه الصلاة والسلام حلب له شاة ثانية فشرب من حلابها إلى أن شرب من سبع شياه، ثم نام هذا الضيف، فلما أصبح الصباح أشهر إسلامه، فلما أعلن إسلامه قدم له النبي صلى الله عليه وسلم شاة فحلبها فشرب من حلابها، فقدم له الثانية فلم يستطع أن يكملها، شبع الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.